على أحر من الجمر ينتظر الحاضرون إقامة الفعالية التي لم تنطفئ نيرانها منذ سنوات، حيث تجري الإعدادات لإقامة حفل زواج جماعي لشباب منطقة دمون. هنا يعد الأهالي وجبة العشاء لأكثر من 20,000 من المدعوين للزواج الجماعي الثامن بمنطقة دمون بمدينة تريم ل116 عريسا وعروسة في فعالية احتفائية تنجح دمون في مواصلة مسيرة مهرجان الحياة لتزويج الشباب. بالنسبة للجنة الخدمات تتكون من 14 لجنة، هذه اللجنة تتنوع بين لجنة الطبخ والذبح وتوزيع الأكل وتوزيع الطعام والخيام والفرش والكهرباء والمواصلات والتبريد والتكييف. العمل التطوعي من قبل أهالي المنطقة سر نجاح مهرجان الحياة، حيث يقدر المتطوعون بنحو 2000 مواطن من أبناء دمون، من بينهم 700 امرأة، وكلهم موزعون على لجان مختلفة يقدمون خدمات للضيوف بشكل مجاني، ليس لهم هدف سوى إنجاح المشروع الذي اعتادوا على إقامته. بالحقيقة أهالي هذه المنطقة رفعوا شعار وهو يوم في السنة لخدمة أهلك، لخدمة منطقتك. الكل في هذا اليوم يتبرع لمنطقته، سواء كان بموهبته، سواء كان بحرفته، سواء كان بمعداته، بما يملك. تبدأ فعاليات الزفاف الفنية عصرا بالاحتفاء بالعرسان مع انغام رقصة الشبوان الشعبية، تليها لعبة الزرباد التراثية، وهي موروثات فنية شعبية يجيدها الشباب وكبار السن. أما في المساء فيتم تدشين الأوبريت السنوي الذي يذهب لمعالجة معضلة اجتماعية أو يشيد بقصة نجاح في المدينة. تكون منطقة دمون قد زوجت حتى هذا اليوم 814 شابا وشابة، لتشكل صورة اجتماعية رائعة وأخرى في التخفيف من تكاليف الزواجات الفردية. حداد مساعد، قناة بلقيس، من منطقة دمون بتريم حضرموت.